السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. يبدو أن حفيدات الفنان الجميل عادل إمام بعدما أصبحنا نجمات عبر تطبيق تيك توك قررنا الظهور في المسلسلات أيضا. خلال الحلقة الثالثة من مسلسل فالنتينو ظهر في أحد المشاهد حفيدتا الفنان الزعيم عادل إمام من ابنته سارة في مشهد بمنطقة ألعاب بأحد المولات التجارية. ظهرت حفيدتا عادل إمام مع صديقتهما يلعبن في الملاهي. مسلسل فالنتينو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي المرغني وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجة أمر، إخراج رامي الإمام. تدور الأحداث حول نور عبد المجيد الشهير بفالنتينو الذي يمتلك مدارس انترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرات ومفاجآت. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل وراء تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.